الراديو 90 90، هواها مصري، هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خير مكمل معاكم في حال بلدنا. محمد صابر بقى حطيناه الاسبوع اللي فات في المانيا، عمل شويه شغل معانا. الصراحه جالنا شكاوي كتير في الجيزه، بعتناه الجيزه بقى عشان نشوف الاشغالات الموجوده هناك. يا ابو حميد مساء الفل. مساء الفل يا استاذ احمد، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين معنا براديو 90. مش هتطينا معانا يا محمد، بس طبعا اداه قدود، وانا عارف انك عملت مجهود في الجيزه على مدار الاسبوع اللي فات. ايه اللي حصل؟ يمكن عايز اقول لك يا استاذ احمد، محافظه الجيزه طبعا من المحافظات الكبرى طبعا على مستوى الجمهوريه، والجهود اللي بيقوم بها السيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزه والقيادات المعنيه بالمحافظة للقضاء على المظاهر الغير حضارية وإعادة المظهر الحضاري للميادين والشوارع، والقضاء أيضا على كافة المظاهر العشوائية والتصدي لكافة المخالفات. يمكن محافظة الجيزة في تقريرها النهائي في خلال أسبوعين تمكنت من رفع 32 ألف حالة إشغال طريق بمحافظة الجيزة، وأيضا تمكنت من النهاردة من ضبط 4 سيارات نقل تلقي مخالفات الرطش بالشوارع الرئيسية. طبعا الهدف من هذه الحملات أستاذ أحمد زي ما أنت حضرتك عارف إعادة الانفراج والانسياب المرية لكافة الشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية. يمكن من هذه الحملات أيضا شاركت فيها الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة ومديرية أمن الجيزة بإشراف السيد اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، والإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، اللي تمكنت من ضبط 8455 مخالفة مرية متنوعة ورفع 12 سيارة مطروقة وضبط 23 دراجة بخارية. يمكن هنتعرف على طب محمد قبل ما اتعرف، عشان انت قلت حاجه مهمه جدا، مسكتوا 4 سيارات بترمي الرطش بتاعها في الشوارع، السيارات دي بيحصل فيها ايه؟ يعني المخالفه دي بيحصل ايه عشان كل اللي بيسمعنا يبقى عارف ان العقوبه ايه؟ العقوبه بتاعتها بيتم التحفظ على هذه السياره، وبيتم كتابه اقرار بالتزام صاحبها بقرار من المحافظه وعدم القاء بالمخالفات والقاء المخالفات بالمقالب العموميه المصرح بها، وبيتخذ معاه كافه الاجراءات القانونيه. يمكن هنتعرف على هذه الاجراءات ونتعرف ايضا على الجهود اللي قامت بها محافظه الجيزه من قبل السيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزه، الذي قاد عده حملات مكبره للقضاء على البؤر العشوائية والمظاهر العشوائية والتصدي لكافة المخالفات. هنتعرف على كافة أحياء محافظة الجيزة ومراكز ومدن الجيزة، هنتعرف للمزيد من التفاصيل هنضم معنا سيادة اللواء علاء بدران سكرتير عام مساعد محافظ الجيزة. مع حضرتك يا سيادة اللواء مساء الفل. أهلا مساء الخير، منور راديو 90 90، وبنشكركم الصراحة على التحرك مع حال بلدنا والشكاوي اللي بتوصل، كل الشكر لحضرتك. ولكن هبدأ في تقرير مهم محمد جايبه لنا، وبدأها بأن في 4 سيارات راتش بيرموا في الشوارع، ودي كانت مشكلة في الجيزة دايما، واضح ان حطيت ايديكوا على ده. عايز انبه لكل اللي ممكن يكون بيسمعنا دلوقتي، ده بيحصل فيه ايه؟ يعني العربيات دي بيتم مصادرتها، بيتم دفع غرامة، ايه اللي بيحصل؟ لا الحقيقه انا اللي بشكركم على الاهتمام بما يتم محافظه الجيزه، وسعيد على دعوتي ان انا اخش معاكم في المداخله ديت. شرف لينا يا فندم، ربنا يخليك. والحقيقه انت جيت على موضوع مهم جدا، احنا يمكن سيادة محافظ اداله اهتمام كبير من اول يوم لتوليه المحافظه، لان الحقيقه يعني اللي من الجيزه عارف الموضوع ما كانش خافي عليه. كان تقريبا معظم طرق الجيزه كانت مكدسه بمخلفات المباني والرطش. صحيح. يعني طريق المريوطيه لو تفتكروا كده كان على طول لامتداد المريوطيه مخلفه راتش، المنصوريه، الطريق الابيض في كرداسه، اللبيني، كان معظم الطرق مكدسه بالمخلفات دي. مش الزباله، الراتش، هدم المباني. يعني الزباله بتتشال يوميا، ما فيش مشكله، وعمل لها منظومه يمكن نتكلم عليها دلوقتي كمان كويسه، لكن انا بتكلم على مخلفات المباني والهدم والراتش، مخلفات الحفر والهدم. تمام. كانت مشكله كبيره الحقيقه، كلنا كنا عارفينها موجوده في الجيزه من فتره طويله جدا. الحقيقه احنا يمكن الاربع شهور اللي فاتوا اترفع كميات مهوله من المخلفات ديت، تحت يعني 125000 طن تحديدا في 56 موقع. اترفعوا تماما. وكان بقى الاهم من ان احنا نرفع تقفل الحنفيه نفسها بقى، ان احنا بقى ازاي ما يرجعوش تاني. صحيح. يعني هو الرفع يمكن اسهل من اللي احنا ان هم ما يرجعوش تاني، وان كان مكلف يا ست اللواء، بيكلف المحافظه من ميزانيتها اللي ممكن تتحط في حاجه ثانيه اهم. بالظبط كده، ما هو الرفع ده بفلوس، الرفع ده مش ببلاش، ده بفلوس وبوقت وبجهد
وانك بتيجي بقى على يعني وقت طبعا بيضيع وقتك في ممكن تعمل حاجات تانية في الوقت ده يعني. تمام. فبناء على كده كان قرار سيادة المحافظ بتوقيع غرامة على المخالفين 10,000 جنيه على العربية اللي هي بترمي الرمل ده بالرطش. تمام. وصرف مكافأة فورية كمان للحي اللي هو المدينة اللي هي قامت بضبطها. تمام. والعربية بتقعد 3 شهور مظبوطة في الحي. طبعا أول حاجة بتعيد الشيل الأصل يعني بترجع اللي رمته ده ترجعه الأصل لو كانت ماسكت بعد ما رمت تشيله وبعدين يتم التحفظ عليها 3 شهور وبعدين عشان تخرج بتدفع الغرامة المقررة ديت اللي هي تكاليف طبعا هي يعني هي دي تكاليف إعادة الشيل أصله. تمام. يعني تكاليف مفسدات العربة ديت. تمام. يمكن زي ما قال محمد بيه كده في التعليق الاولاني احنا في الاسبوع اللي فات بس ده كان في تم ظبط 4 عربيات يمكن على مدار الاربع شهور اللي فاتوا ظبطت اعداد كبيره من العربيات يمكن مثلا حوالي 400 او اكثر عربيه. الاربع عربيات اللي هم اتمسكوا المره دي كانوا بيشرعوا فيه ان هم يرموا وبالتالي طبعا تم التحفظ عليهم. بالظبط كده. هاي طب محمد بيقول لي رقم برضو كبير جدا ست اللي هو 32 حالة اشغالات موجودة في الجيزة. ده رقم كبير جدا اولا على الاحياء, ثانيا واضح ان في سلوكيات بقى لازم تتغير سواء بقى من المحلات سواء من بائع الجائلين. ده برضو تحلوا ازاي؟ هو الحقيقة الرقم صحيح انا نفسي لما الرقم انا قلت راجعه برضو احسن يكون الرقم يعني رجعت وليت الرقم مظبوط الحقيقة. ليه وهو لما نحسبه مع بعض حسبة بسيطة كده. احنا اولا يوميا في حملات اشغالات يعني دي توجيهات حاسمة جدا من سيادة المحافظ ان يوميا في حملات اشغالات مش حملات دورية كده كل يوم في حملات. كل احياء جيزة يعني كل رؤساء الاحياء بيبقى في اجتماعات مثلا مع المحافظ انزلوا بتواجد مستمر بحملات. من غير اجتماعات خلاص احنا عملنا الاجتماعات ديت والتوجيهات دي صدرت ويوميا في الحملات دي. فإذا علمت بقى ان احنا عندنا 18 حي ومركز وضربت كده او قسمت ال 32 دولت على 18 حي على 15 يوم هيطلع كل يوم كل حي ومركز عمل له 118 حالة. انا حسبتها عشان اتاكد من الرقم برضه يعني. وبالتالي هو الحقيقه ده فعلا الرقم اللي حصل. وده احنا بنتكلم على الاسبوعين اللي فاتوا الاسبوعين اللي قبلهم زيهم واللي قبلهم زيهم. وانا اعتقد يعني الحقيقه يعني انا شايف الناس لمسه كده وانا يهمنا يعني راي الناس الناس لمسه ده سات اللي هو وبيبعت لنا الصراحه. بس هيبدا في مشكله تانية السلوك ما بتعرفش تغيره في يوم وليله فالحمله بتنزل وبتعمل مجهود وبتشيل المخالفه وبتشيل الاشغال بس ممكن ترجع تاني يوم. فهنا بتحتاج استمراريه الحملات عشان ياكد ان المحافظه شايفه ورئيس الحي شايف مش هيسمح بالتواجد في اي مخالفه. والله بالظبط كلامك مظبوط 100% وانا دايما نقول كده يعني احنا مشكلتنا مش في يعني مش في رفع المخالفه خالص. مشكلتنا ازاي ما ترجعش تاني. انت بتغير ثقافه يا سيادة اللي هو بتغير سلوك. بالظبط كده. يعني زي ما اتكلمنا على الردم كده ان كانت المشكله اللي فيه ازاي ما يرجعش تاني واتكلمنا فيها. برضو الاشغالات احنا معتادين وده موضوع معروف يعني تنزل تشيل النهارده القهوه واخد بالك بكره بيجيب كراسي ثانيه وينزل يقف تاني. تمام. طب علاجها ايه بقى؟ علاجها زي ما حضرتك قلت كده نمره واحد الاستمراريه لما اعرف ان انا لا هنزله بكره تاني وهنزله بعده تاني والحملات مش حملات دوريه ده حملات مستمره يوميا. دي احد الحلول. والحل الثاني ان هو يدفع اللي هو اللي افسده طبعا. يعني هو بينزل بيتعمل له محضر طبقا للقانون. يعني احنا لو رفعناه بس كده وخلاص وحتى لو نزلنا له تاني وتالت يمكن ما يكونش الحل هو الحل الوحيد. لازم يغرم عشان يبقى عارف ان هو هيتكلف كتير. لازم يغرم طبعا طبقا للقانون ويدفع مقابل بقى اشغاله الشارع ومقابل انتفاعه بالشارع العام اللي هو مش من حقه. فبالتالي ده طبعا بيتم طبقا للقانون مع استمراريه ده وده. انا اعتقد ان شاء الله ان ده ممكن يمكن ان خلاص الناس تيأس بقى ان هي ايه تخالف مع الاستمراريه. لازم هيجي وقت المخالف ده يقول ايه ده مفيش فايده خلاص. طب واضح يا سيادة اللي هو برضه ان سيادة المحافظ باصص جوه اكتر ما باصص بره. يعني باصص جوه بايه؟ بمعنى ان في بعض المتجاوزين ممكن يكونوا موجودين في الاحياء او بعض مش عايز اقول الفاسدين ما بحبش استخدم اللفظ ده. واضح ان في عمليات تطهير برضه بتحصل جوه عشان يعني اللي بيحصل بره ده يبقى مؤثر بجد. فانا عارف ان في اكتر من حاله
يعني تتخذ فيها اجراءات داخليه. ده بيحصل برضو باستمرار ولا لا؟ والله انا معاك طبعا، يعني في كل مكان فيه الكويس وفي الوحش، عشان كده ما برضاش اعمم خالص. طبعا ما فيش تعميم، فمفيش حاجه مطلقه، يعني كل حاجه نسبيه. والكويسين كتير جدا. يعني انا مش يعني انا بقول لك انا يعني بس القلائل دول يا ساتر اللي هو بيضيعوا مجهود الكويسين الكتير. بالظبط كده، القلائل دول بيضيعوا مجهود الكويسين، وبالتالي زي ما حضرتك قلت كده ما فيش يعني ما حدش بيسكت على حد ثبت فساده. يعني احنا كان يمكن عندنا حركه قريب للنواب ورؤساء المراكز، وكان قبلها حركه للمهندسين، وده مش معنى ان اللي اتحرك ده وحش، بالعكس طبعا خالص يعني، لكن هو يبقى كويس ورايح يصلح مكان تاني. بالظبط كده. وده مجرد التزوير في حد ذاته، ان ده يعني ما حدش يقعد في مكانه فترات طويله. ده سياسه المحافظه واخداها يعني، واخد بالك، وكل ما بنغير كل ما بيبان، وانت عارف التغيير في حد ذاته بيبان بقى مين بيزورك كمان، مين الكويس ومين الوحش. بمناسبه اتفضل يا فندم. انا عايز بس اكد ان يعني احنا ايه الاداره المحليه، الاداره المحليه يمكن يعني فترات اتسمت اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، مش عشان الاداره المحليه الوحش فيها كتير، بالعكس خالص يعني. لكن عشان الاداره المحليه محتكه بالشارع ال 24 ساعه. طبعا طبعا الاداره المحليه المواطن عارف هي بتعمل ايه من ساعه ما بيصحى لحد ما بينام، وهي مختصه بمعنى المواطن من ساعه ما بيصحى، مش لحد ما بينام كمان، لحد ما بيصحى تاني يوم. واخد بالك؟ طبعا. فبالتالي كل حاجه بتتعمل فيها معروفه. يعني اي حركه بتعملها المحافظه او الحي او المركز معروفه، يمكن عشان كده الفاسد بيظهر على طول. صحيح. واخد بالك؟ يعني يمكن ده السبب، لكن احنا الحمد لله في ناس كوادر كويسه وناس كفاءات، وفي ناس محترمه، وفي ناس بتؤدي، وفي ناس نفسها تشوف الاحسن ونفسها. احنا والله نفسنا نشوف الاحسن، ومناسبه ان انا طماع وبنتهز الفرص، وفرصه الحاج موجود معايا، عندي شكوى في شارع العالمين في العجوزه بجوار محكمه الاسره، معظم القهاوي اللي هناك متجاوزه، اكتر من 50 اسره باعتين لي عن التجاوزات اللي هناك، اللي مش عارفين يعيشوا من تجاوزات القهاوي في تحديدا في شارع العالمين في العجوزه بجوار محكمه الاسره. انا معاك طبعا، الشكوى طالما جت من الاهالي هتلاقي شكوى صحيحه، مفيش كلام. ما بنقولش طبعا ان احنا انهينا الاشغالات وانهينا التجاوزات ديت، يعني طول ما احنا عايشين كده هيبقى في خير وشر وفي مخالفه. لكن انا شكوتك دي انا وعدك ان انا النهارده ان شاء الله، يعني او بلاش اقول النهارده عشان ما بقاش متجاوز، لكن ان شاء الله يعني في ايام قليله هتكون انتهت. يعني انا بس معلش اديني العنوان تاني. شارع العالمين في العجوزه بجوار محكمه الاسره. حاضر. ما تحرمش منك يا سياده اللواء، ودايما كده موفق باذن الله، ودايما منور معانا في راديو 90 اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظه الجيزه. في مجهود بيحصل في الجيزه، في اشغالات كتير، الراجل قال لك اعترف عندي 32,000 حاله اشغالات بتتم حسبها على 18 حي، رقم كبير جدا. وقال حاجه مهمه جدا عن ادارات المحليات عامه، ليه الناس بتتسم دايما بتقول ان فيها فساد او فيها بتحتك بالمواطن؟ طب ده حله ايه؟ حله بقى الاراده السياسيه نفسها بتغيره، وهو التحول الالكتروني، يبقاش في تعامل ما بين الموظفين والمواطنين كتير، يبقى الموضوع الكتروني، فده بيقلل كتير جدا من نسب الفساد، بالاضافه طبعا لما بيكون في قائد او مسؤول زي محافظ او وزير او ايا كان شايف كويس قوي ده، فده بيقدر يحل كتير لحد ما التحول الالكتروني يتم ان شاء الله. عندنا شكاوى